الآن أنا اللي قاعد أشوف إنه هل الجهات لديها إدارات مثلاً أو أقسام أو وحدات أو أي شيء للإبداع والابتكار، وبالتالي إحنا نصنفها، أو لديها بعض التجارب إلى آخره. إذا هذا هو المعيار، ترى كل مؤسساتنا ما شاء الله عندها، يعني الجامعات السعودية كلها عندها عمادات للإبداع والابتكار، عمادة الإبداع والابتكار بنفس المسمى، وعمادة ريادة الأعمال، وعندهم كراسي بحث، كرسي بحث كذا لريادة الأعمال. فإذا كان هذا هو المقياس، ترى الجماعة كلهم يدخلون ما بين القطاع العام والخاص. أنا ودي أنه نفكر في تصنيف، أي نوع من التصنيف أو المعيار اللي فعلا إذا ما إحنا أسقطنا هالصفة أن هذه بيئة حاضنة.